السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In a previous lecture بدأنا بالحديث عن الـ urinary system. اليوم رح نكمل عن الـ urinary system، بنبلش بالـ urine formation process. بالنسبة للـ urine formation بمر بثلاث عمليات. أول واحدة الفلتريشن، في البداية ببلش عنا تشكيل البول بالفلتريشن، then reabsorption، الجسم شو محتاج اشي موجود في اليورين بتم اعادة امتصاصه، ونهاية السكريشن، التخلص من اليورين او خلينا نحكي افراز اليورين. filtration non-selective passive process، اذا هي اول شيء non-selective process، تاني اشي passive ما بتحتاج ATP. Water and solutes smaller than proteins are forced through capillary walls. تمام؟ لأنهم أصغر من البروتينز عادي بصير بتم انتقالهم عبر ال capillary walls. Blood cells cannot pass out to the capillaries. هاي شغلة مهمة وكتير مفيدة لجسمنا حتى ما يتم التخلص من الـ red blood cells. ما بتقدر تعمل pass out to the capillaries. Filtrate is collected in the glomerular capsule. تمام، بتجمع وين؟ في الـ glomerular capsule. And leaves via the renal tubule. إذا وين بتم تجميع الفلتريت البلد اليورين اللي صار له فلتريشن؟ في الجلوميرال كابسول، وثم يغادر إلى أو عبر الرينال تيوبيول. Second process of urine formation is reabsorption. The peritubular capillaries reabsorb several materials. بتم إعادة امتصاص من اليورين اللي حدث له filtration، بتم إعادة امتصاص بعض المواد، some water، ممكن الجسم بحاجة إلى الwater فبتم reabsorption. glucose، ممكن يتم إعادة امتصاص الجلوكوز من اليورين. amino acids، ions، حكينا هدول حسب حاجة الجسم إلهم. some reabsorption is passive but the most is active. تمام، اذا في عنا reabsorption بتتم بال passive way or active way، معظمها او خلينا نحكي القليل منها passive لكن اغلبها active، بتكون تحتاج ل ATP. most reabsorption occurs in the proximal convoluted tubule. اذا اغلب عمليات reabsorption تحدث بموقع معين اللي هو بالبروكسيمال convoluted tubule. materials not reabsorbed، في بعض المواد لا يتم إعادة امتصاصها. تمام، اللي هم حكينا إيش في البداية؟ nitrogenous waste، nitrogenous waste products مثل اليوريا، اليوريك أسيد، والكرياتينين. تمام، هدول الثلاثة لا يتم إعادة امتصاصهم، والإكسس ووتر، الووتر الزائد عن حاجة الجسم، الجسم مش محتاجه أبدا، برضو لا يتم إعادة امتصاصه. الثيرد بروسيس اوف يورين فورميشن، حكينا لنا السكريشن. سكريشن عبارة عن ري أبزوربشن إن ريفيرس، العملية العكسية للري أبزوربشن اللي هي عنا السكريشن. Some materials move from the peritubular capillaries into the renal tubule. تمام؟ hydrogen and potassium ions، كرياتينين. materials left in the renal tubule move toward the ureter. بعدين بيطلعوا من الكيدنز، هاي آخر عملية بالكيدنز لليورين، تم تشكيل اليورين،
وخلص حصر اليورين اللي هو اللي بدنا نتخلص منه، بينتقل بالأخير وين؟ للحالبان، لليوريتر. تمام. مثلا هون حكينا بالنسبة للفلتريشن، في عنا بتم فلتريشن لعدة أمور، و الريابزوربشن. بالنسبة للريابزوربشن حكينا في عنا تنتين، الأغلبها active transport لكن قليل منها passive transport. بالنسبة للactive transport ال NaCl تحتاج ل ATP حتى انها تصير لها reabsorption. هاي ال NaCl، ال NaCl ال HCO3 minus also هي من الاكتف. الامينو اسيد جلوكوز برضو هدول تحتاج لطاقة حتى يتم اعادة امتصاصها ال NaCl. تمام. طيب بالنسبة للباسف اللي هو عندنا هاي في اللون النيلي، ال H2O H2O بعض ال NaCl، اليوريا H2O. تمام. وبالنهاية حكينا السكريشن بيمثلنا باللون الأخضر، some drugs and poisons السموم هذه كلها بسبب السكريشن، الهيدروجين ايون. تمام. characteristics of urine used for medical diagnosis. هون اكثر شيء بهمكم الصراحه لا تخصصكم، يعني انا بحاول ما اركز على الاشياء يلي ما بتهمكم او ما بتفيدكم ك medical laboratory. لكن خصائص البول هذا الشيء بهمني انكم تعرفوها حتى لما تعملوا دايجنوسيس تكونوا عارفين تشخصوا اي abnormalities. في البداية colored somewhat yellow due to the pigment urochrome. اوكي، اذا اللون الطبيعي لليورين يكون يلو. تمام. somewhat yellow يعني اصفر، خلينا نحكي خفيف. واللون الاصفر من وين مكتسبه اليورين؟ من صبغة، هاي الصبغة اسمها اليوروكروم، ناتجة عن ال destruction of hemoglobin. اوكي، لما يصير في عنا destruction للهيموغلوبين بتنتج عنا مادة اسمها اليوروكروم، هاي اليوروكروم يعني بتكسب اليورين لون اليلو. and solute. تمام. برضو الأملاح تتحكم فيه، أو خلينا نحكي شو المذيب يلي في اليورين برضو بتحكم بلونه. اليورين at normal sterile. تمام. مادة معقمة ما فيها أي مايكروبس، مفروض أي نوع من المايكروبس مفروض ما يكون فيه باليورين. تمام. لهيك اي مايكرو اورجانيزم بلاقيه باليورين فهو significant. slightly aromatic من مواصفاتها، normal pH of urine around 6. اوكي، ال pH الطبيعي لليورين تقريبا 6، فنحن بتم عند ال urine analysis بنقيس ال pH، ممكن تكون acidic ممكن تكون alkaline لكن الطبيعي لإلها تكون 6 تقريبا، هي slightly acidic. specific gravity around 1.001 to 1.035. طيب حكينا عن الكدني، حكينا عن ال urine formation. خلينا نحكي عن ال ureters، تاني جزء من اليورينري سيستم اللي هم اليوريترز، عبارة عن سلندر تيوبس attaching the kidneys to the bladder. هي
إذن هو عبارة عن سلندر تيوبس بوصل الكيدنز أو الكيدني بحد ذاتها الكلى بالبلدر في المثانة، تمام؟ continuous with the renal pelvis هي عبارة عن امتداد من الرينال بلفس اللي فرجتكم إياه بالكيدني. enter the posterior aspect of the bladder وبيدخل تقريبا بالجزء الخلفي من المثانة. runs behind the peritoneum وعندنا البيريستالسز اللي يعني تقريبا حركة الحالبان خلينا نحكي أو اليوريترز هم بيساعدوا الايد جرافيتي ان يورين ترانسبورت بيساعد بحلق بحركة خلينا نحكي أو انتقال اليورين باتجاه الجاذبية الأرضية حركة البريستالسز لليوريتر. يورينري بلادر سموث المثانة هي عبارة عن مواصفاتها smooth collapse okay. عندها القدرة على الانكماش إذن و muscular sac وهي عبارة عن خلينا نحكي حويصلة أو يعني حويصلة عضلية okay. أو جراب عضلي. temporarily store urine وبتعمل على الاحتفاظ او تخزين اليورين بشكل مؤقت. هاي عنا اليوريتر واصلة من الكيدنز to bladder هاي اليورينري بلادر تمام واخر جزء في اليورينري سيستم اللي هون عنا اليوريثرا. developmental aspects of the urinary system كيف بيتم تطور الجهاز البولي. functional kidneys are developed by the third month إذا بيتم تشكيل أو تكوين الكدني في الشهر الثالث okay. الشهر الثالث من الحمل بتم تشكيل الكدني للفيتس أو خلينا نحكي للجنين. urinary system of a newborn bladder is small بيكون small urine cannot be concentrated تمام هاي بالنسبة لل newborn. control of the voluntary urethral sphincter start until age 18 months okay. انه يقدر يتحكم بتوجيه ال خلينا نحكي اليورين لليوريثرا تبدا من الشهر ال 18. urinary infections are the only common problem before old age. Okay. إذن الالتهابات البولية هي عادة أو المشكلة الوحيدة الشائعة قبل إنه يكبر بالعمر. يعني نادر ما تلاقي يعني خلينا نحكي أوكي نادر ما نلاقي صغار بالعمر عندهم مشاكل بولية غير انه ممكن يصير في عندهم التهابات اوكي هي المشكلة الوحيدة اللي ممكن تصيبهم. aging and the urinary system شو وضع الجهاز البولي مع زيادة العمر. there is a progressive decline in the urinary function كل محازات بالعمر وظائف الكلى او خلينا نحكي مش وظائف الكلى حالة وظائف الجهاز البولي بصير decline بتبلش بأنها تضعف أنها تقل. the bladder shrinks with aging كل ما حدا يزيد بالعمر بيزيد انكماش
البلدر اللي عندنا المثانة. Urinary retention is common in males. حالات حصر البول أو احتجاز البول بتكون شائع أكثر عند الميلز than females. هيك بنكون خلصنا جهاز البولي، وبتمنى لكم التوفيق.